بغيتي تدبر على راسك من التربيه ديال الفريخات وتدخل مصاريف صحيحه الصاد 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم حتى 10000 درهم شهريا الدراري. ايوا هذه راه الفرصه ديالكم الشباب، الناس اللي باغا تخدم وباغا تدبر على راسها كمل الفيديو الصاد باش تفهم البلان كامل، وعلاش لا تكون واحد من الدراري اللي غاديين يخدموا معايا ان شاء الله. رغم دوك النظر بوبيز تلقى صاحبي واش الدراري واش الدريات اش كدير نتايا؟ معاكم ياسر كيف ديما فيديو جديد عشيري. اش اخباركم الدراري واش اخباركم الدريات؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيان وكل شيء هو هذاك. انا الحمد لله صافا وكل شيء بخير. زاد لوز الدراري كيف ما شفتي في العنوان ديال الفيديو، كيف ما شفتي في مينياتور ديال الفيديو، فرص عمل ولا غير اللي ما بغاش يخدم الصاد. شوف حنايا هنايا باش نتعاونوا مع بعضياتنا، حنا هنايا الصاد باش نساعدوا الشباب وباش الشباب يساعدنا. ما نقولش لكم غير نتوما اللي غادي نربحوا من هذا الفيديو، لا بجوجنا غادي نربحوا. انا راني ما نطلقاش عليكم ونقول لكم شوف غادي نلقاو ندخلوا الفلوس وكذا وكذا، لا صاد لكل مجتهدين نصيب. الناس اللي غادي تخدم هي اللي غادي تخلص. بحال الفيديو الدراري كنت درتو العام اللي فات وعزلت 5 دراري من الناس اللي كانوا سيطوا لي ميساج حيت يلاه لو سيرفيس كان يلاه بادي الدراري، والحمد لله الى يومنا هذا 5 الناس باقيين خدامين معايا ومدبرين على راسهم باثمنه. يا سلام بصحتكم وراحتكم والله يسهل عليكم صراحه. ندخلوا في صلب الموضوع وندويو ديريكتومون الدراري، اشنا هو هذا البلان هذا وشنا هي الخدمه اخي ياسر؟ الخدمه الدراري وما فيها بوبيز اجي غيعضك اجي غيعضك بوبيز يا زوينه. شوفوا بوبيز كيتنفخ باش يخلع، خلعوا بوبيز خلعوا بوبيز. ايوه ثم هنيونا وخليونا نكملوا الفيديو. اشنا هما هاد فرص العمل اخي ياسر وكيفاش غادي نقدروا نخدموا معاك وشنو البلان؟ وعاود لينا كل شيء اخي ياسر. كنتي كتنتج الفريخات كالوبسيت انسيبارابل بحال بوبي بيروكي بيروشاكولي مولينا. شوف من لي انسيبارابل وانت طالع الفوق، لي بيروش باقي الدراري ما دخلش فيهم، باقي ما عنديش اللي طالب عليهم بزاف، ونهار يولي عليهم طالب بزاف كنوعدك انني اصلا غادي نشد حتى الدراري ديال البيروش. دونك نشرح لك البلان. كنتي كتنتج شي حاجه من هاد الشيء تقدر تخدم معايا ومرحبا بك. شوش كيدير شوش كيدير الصاط؟ ما كاينش اللي خسر ليا البابي بان قدك اودي ازرق. كتنتج شي حاجه من هاد الشيء الدراري ايوا مرحبا بك تقدر تخدم معانا. النقطه الثانيه ماشي غير لي زيلفور الكبار، يعني ماشي غير صحاب 10 الكوبلات 50 30 ولا ما عرفت شحال، الا كانت عندك غير كوبله وحده صاط تقدر تخدم معنا ومرحبا بك حتى نتايا. حنا هنايا باش نشجعوا بعضياتنا، حنا هنايا باش نعاونوا بعضياتنا، حنا هنايا باش نستافدوا كاملين. عندك كوبله جوج ثلاثة 10 20 30 50 100 مهم اللي عندك مرحبا بك. كتنتج لي زانسيبارابل وانت طالع، انسيبارابل كالوبسيد مولينا بيروشاكولي كويكر كايك لي كابوني لي زاغا لي ماكا ولا فامي ديالهم كاملين، اي حاجه الدراري كتنتج منها زيد تخدم معنا مرحبا بك. اشنا هي هاد الخدمه؟ الخدمه الصاد هي انك تنتج الوليدات وحنا ناخذ من عندك اي كميه انت نتجتيها. شكون غادي يدير معاك هاد البلان؟ غالبا الصاد ما كتنتج نتايا وكتبقى تبارطاجي في الجروبات. شكون غيشري من عندي؟ لا الوليدات هما بداو كيكبروا، لا هما خاصهم دغيا، لا عندك يكبروا ويهرب عليهم السرنج. تهنا الصاد من هاد الناحيه، اي حاجه نتجتيها انا ناخذها وغادي نولي نشري من عندك وليد جوج 10 20 30 الله يجعلك تنتج حتى 100 وليد نشريه من عندك، ما كاينش مشكل بشرط تكون لا كاليتي ويكون الجوده في الانتاج الدراري شي حاجه اللي تستاهل مرحبا نشريها من عند صديقي. غادي تقول لي يا خي ياسر اشنو انا غادي نستافد الا خديتي من عندي؟ نقول لك شنو غادي تستافد. اول حاجه غادي تهنى من شكون يشري من عندي، غادي تهنى من حط في الجروبات، غادي تهنى من ديك نقص ليا درهم نقص ليا 100 درهم نقص ليا كذا، غادي ناخذ من عندك بثمن مناسب بيان سور اللي ما يضركش انت وما تضرنيش انا. ماشي تسمع الصوت ياسر غادي ياخذ غادي ناخذ باش ما بغيتي، لا غادي نتفقوا على واحد الثمن اللي غادي ناخذ من عندك بالجمله، يعني 10 20 30 بالجمله قل راني ناخذ معاك بالديتاي ماشي مشكل. وغادي نهنيك من هذيك سير شط طاكسي سير القريعه سير المحلات ديال الطيور حط عندهم خويا واش تشري من عندي عافاكم مرحبا. لا صافي تهنى ليا من هذا الشيء، انا بغيتك تكونسونطرا ليا
على الانتاج وعلى لا كاليتي. هذه الاولى. دونك انا غادي نهنيك من تمارا وقلب شكون يشري وكذا. ها البلان الاول زوين. البلان الثاني الزوين، الى صاد كنتي كتنتج ليا وكنت انا اول واحد كتوفر ليا وكتوفر ليا بالكثره، عندك دي بريم في العام الصاد ولا في الشهر، شوف انت اللي بغيتي نحدد انا وياك على حساب العدد اللي غادي توصل معايا ديال الانتاج اللي وفرتي ليا. كل عدد وصلتي ليه غادي تزادك اون بريم، يعني الصاد غادي تزادك الفلوس. وشكون غادي يدير معاك هادشي الصاد من غير ياسر الروز؟ دونك الدراري غادي نهنيك الصاد من بزاف الامور، وخصوصا انك تبقى تقلب على الشاري وشكون اللي غيشري ولا وباش من ثمن. انا غنهنيك من هادشي اللي وفرتيها ناخذها، شرط تكون زوينه ومليحه. وبيان سور كيف قلت لكم الدراري غيكونوا دي بونوس اولا دي بريم للناس اللي كينتجوا مزيان، للناس اللي كيجتهدوا، للناس اللي كيوفروا لي الفريخات بطريقه اولا بجوده عاليه وبلا كونتيتي. عندكم دي بريم وعندكم الصاط واحد بحال الجائزه كنهنئك بها على داك النيفو اللي كتوصل ليه والفريخات اللي كتنتج لينا. هذه شي حاجه زوينه. كيف قلت لكم الدراري العدد لا يهم، الله يشعلك تكون عندك غير كوب الوحده. احنا هنايا الا باش نتعاون. شوف كيدير، شوف هذاك الجن عساوه ولا شنو. كيف قلت لكم الدراري لا يهم العدد ديال لي كوب، حنا هنايا الا باش نتعاونوا. عندك كوب لجوج، 5 10 15 20 50 100، اي واحد ممكن الصاد يخدم معنا مرحبا به. ثاني حاجه ولا ثالث حاجه، لا كاتيجوري ديال الفريخات من لي سان سيبارابل وانت طالع الفوق من هاد المجريه وانت طالع الفوق. دابا غادي ندويو على كيفاش الصاد غادي يتواصلوا معايا وشنو الشروط وكيفاش نقدر معايا نخدم معايا ياسر الروز. بيان سور الدراري كاينه شروط باش تخدم معايا باش نصفيو الامور، كيف ما كيقولوا صفي تشرب. انا من البدايه كنبغي نوضح الامور باش نخدموا مرتاحين وتكون الامور واضحه. الا كانت ملائمه لك تجي تخدم معانا مرحبا بك. اول حاجه الروز هو ولد الناس، شلاه بيا ما كاين لاش الصاد، بلا ما تصيفط ليا ميساج وبلا ما تصيفط ليا ايميل ما نتفاهموش انا وياك. هذه اول حاجه تكون لونيتي، يكون معقول، تكون ولد الناس وباغي تخدم وباغي تجتهد، الله يسهل عليك ومرحبا. نخدم مع واحد عنده كوبلا ولا جوج ولد الناس وباغي يتقاتل وتشك، وما نخدمش مع واحد عنده 100 كوبل وشفار وشلاه بيا. هذه الاولى. ثاني حاجه يكون عندك الصاد اني الفاج زوين، ما كانعنيش زوين انه يكون غالي ولا شي حاجه بحال هكا، لا، انك تكون مهلي في الفريخات ديالك فقط، يعني ماكله مزيانه، نظافه في الوقت، فريخات صحاح كافيه. الى فك هاد الشروط هادو توكل على الله وصيفط ليا ميساج. دابا ندوي لكم على فين غادي تتواصل معايا. غادي تتواصل معايا باغ ايميل yaservlogs.b@gmail.com، كلشي مينيسكول غيطلع لك هنايا الصاد، ولا غادي تلقاه في الديسكريبسيون. صيفط ليا الميساج اولا صيفط ليا الايميل تما، وهاش غتقول ليا في الايميل، غادي تكتب ليا سميتك والمدينه ديالك ولاش ديالك، ما نكرهش تكتب ليا حتى العمر ديالك الصاد باش نعرف مع من كنتعامل، وتكتب ليا النوع ديال الفريخات اللي عندك وشحال كتقدر تنتج. هذا هو اللي كاين، هاد المعلومات ضروري ما تصيفطهم ليا. وبهذه الطريقه غادي تقدر تخدم معنا الصاد وتخدم معايا ياسر بلوكس. مرحبا بك عشيري، حنا هنايا الا باش نتعاونوا باش نخدموا مجموعين ونستافدوا مجموعة. دابا شحال من واحد محتاج؟ حنا الدراري دابا 5 الناس خدامين بحال هكا من العام اللي فات. دابا ان شاء الله ما كرهناش نوصلوا ما بين 10 حتى ل 15 واحد، يعني 10 الناس نقدر نعزلهم ما عنديش مشكل، ونخدموا مجموعين ويوفروا لي الفريخات وغاده الدعوه. دونك الدراري الا فك هاد الشروط وعجبك هاد الشيء وبغيتي تخدم الصاد، مرحبا، صيفط لي ايميل بالطريقه اللي قلت لك، سميه، المدينه والعمر ديالك والانواع ديال الفريخات اللي كتنتج، شحال كتنتج، وصيفط لي شي تصاورات ديال لي الباج. ومرحبا الدراري. وبهذه الطريقه الدراري سالينا الفيديو ديالنا، نتمنى تكون استفدتي، ونتمنى اننا نقدروا نخدموا مجموعين انا وياك الصاد، وعلاش لا، انت اللي كتفرج تقدر تكون واحد من الدراري اللي خدموا معنا ونخدموا مجموعين ان شاء الله. وهذا هو البلان الدراري، كان معكم ياسير وبوبيزا زوينه، كان معكم السي زريقه، تهلاو ليا بروسكم، تهلاو بطويراتكم، تهلاو بالحيوانات اللي كتربيو، كنبغيوكم انا والله.